يو جايز، سو خلينا نبلش هلا بالبرنت اون ديماند. اول شيء خلينا نغير اللون الاسود، حطه باللون الاخضر هون. هلا حنبلش بستيب نمبر 1. ستيب نمبر 1 هي انشاء المتجر. اوكي، رح ننشئ نحن متجر على الشوبيفاي، تمام؟ رح احكي لكم هلا شوبيفاي هون هيك شوبيفاي، بعدين رح اعلمكم كيف تربطوا بعض التطبيقات ببرنامج الشوبيفاي، لانه الشوبيفاي هو عباره عن منصه مثل موقع، تمام؟ اعتبره موقع، تمام؟ هو موقع مثل بيعمل لكم هوستنج للمتجر تبعكم، تمام؟ فنحن بدنا نربط هذا المتجر، بدنا نربطه بمعمل، فينا نقول معمل، بدنا نربط المتجر بمعمل تصنيع التيشيرتات، بحيث انه لما حد يطلب التيشيرت من المتجر، المعمل لحاله لازم يعرف شو انطلب، المعمل لحاله لازم يعرف شو اللي هو القياس يلي تم طلبه، والمعمل لازم يعرف لحاله شو اللون يلي تم طلبه، اوكي؟ بدون ما نحن نقول للمعمل شيء، لازم المعمل لحاله لوحده يعرف كل شيء، اوكي؟ سو شو بدي اعمل هون انا؟ ربط المتجر او ربط المتجر الالكتروني بالتطبيقات او بالمعمل، اوكي؟ هي رح اعمل لكم اياها ثاني شيء. ثالث شيء رح اعلمكم كيفيه ايجاد تصميم الرابحه، شو التصميمات اللي بتجيب مصاري، شو التصميمات اللي ما كثير بتجيب مصاري. اوكي، بعدين رح اعلمكم كيفيه الوصول لاول 100,000 دولار لكم ان شاء الله من البرنت اون ديماند، واخر شيء رح نحكي عن كيفيه انشاء الاعلانات. اوكي، سو خلينا نبلش اول شيء هون بالانشاء متجر. اوكي سوري، خليني اغير اللون. نعمل هيك تغيير اللون، حط احمر. هلا مشان انشاء المتجر شوبيفاي بالعاده بيعطوكم المتجر شوبيفاي 14 دي 14 يوم فري مجاني، تمام؟ انا عم اتواصل معهم هلا وحيعطوني 21 يوم 21 دي فري مجاني. هي بس لكم جايز، انه بعرف انه كثير عالم ما بتعرف، من يعني مو معقول الواحد من اول 14 يوم يصير احترافي بالمتجر شوبيفاي، مو ظابطه صح؟ فمشان هيك انا بحب الواحد يكون عنده 21 يوم، بيعطيه مثل مده اكبر انه يتعلم على التصاميم، اوكي؟ يتعلم كيفيه انشاء تصميم. وخلينا نبلش هلا، بعد ما حيكون في لينك ان شاء الله تحت هذا الفيديو، هذا اللينك حيعطوكم 21 يوم فري، رح تروحوا على صفحه مثل هي، اوكي؟ شوفوا صفحه مثل هي تماما او مشابهه لها، يمكن يكون في مكتوب عليها هون 21، يمكن يكون مكتوب عليها اسمي انا كويفي، تمام؟ انه بس قصدي انه المبدا واحد، شو ما كان عليها صور، الصور بتتغير دائما، المبدا واحد. نعمل دائما شو ستارت فري ترايل، اوكي؟ دائما. هون هل هذا انا شيء هذا عملت فيه انا من مثال سابق لهذا الايميل. هون رح نعبي هلا ايميل، رح نعبي هون، رح نحط هون باسورد، رح تحط هون اسم المتجر، اوكي؟ فخلوني مع بعض نعبيها هاي، رح اعبيها ونكمل الفيديو. اوكي سو انا هلا عبيتها، كتبت اول شيء هون الايميل، حطيت kweefi.academy.gmail.com باسورد، وحطيت هون اسم المتجر تبعي اللي انا حاب سميه، حبيت سميه كويفي بي اي، اوكي؟ طبعا نعمل هلا كرييت يور ستور، انشاء المتجر، وهلا هيك هو عم بينشئ المتجر، اوكي؟ كثير سمبل، كثير ايزي، وما يعني ما لازم ياخذ معنا كثير وقت، اوكي؟ سو هلا اللي انا كله تمام، انا ريدي تو جو. هون بدي احكي شوي عن حالي، ما بهم، فيكم تحطوا شو ما بدكم، شو ما كان. هون بدكم تحطوا معلومات عنكم، نحط هلا معلوماتي ونكمل. فيكم تحطوهم صحيحة، فيكم تحطوها كذابية، بس أنا بفضل تكون صحيحة مبدئيا، لأنه إذا كذابية تكون ترجعوا تغيروها بعدين، أوكي؟ فخلينا نحطها من صحيحة، من يعني فورا نحطها صحيحة، وما حيصير علينا أي شيء غلط، أوكي؟ أوكي سو أنا هلا حطيت كل شيء هون، اسم، كينية، العنوان، السيتي، المدينة، الرقم البريدي، تمام؟ وهون الرقمي، هذا مو رقمي طبعا، يعني ما تفكروا تحاكوا هذا الرقم، بركي حيطلع واحد الماني. وبنعمل هون انتر ماي ستور، الدخول الى المتجر تبعي. وهلا بيكون انتهى المتجر، ترى لاحظتوا هون؟ هون مكتوب، خليني شوي صغر الشاشة عشان تشوفوا كل شيء. هيك، ممتاز. شوي ممتاز، هيك شايفين شاشة كل شيء. هون مكتوب محمد الكويفي، اسمي اللي حطيته انا، اسم المتجر اللي كنت تحته كويفي بي اي. هون مكتوب الهوم، اوردر، برودكتس، كاستمر، كل هالشغلات موجودة هون، اوكي؟ سو انا هيك صار عندي هلا الشوبيفاي. اذا بتلاحظوا تحت شو مكتوب، ثاني رح صغر شوي من تحت الشاشة،
مكتوب تحت هون select your plan، اختار خطة تبعيتك. تمام، نعمل هون select your plan، بدنا ننقي الخطة تبعيتنا. فيكم تنقوا تبع 300 بالشهر، طبعا اللي بده يبيع كتير بنقي تبع 300 بالشهر، يلي عنده خبرة بنقي تبع 300 بالشهر، يلي ما عنده خبرة ابدا وكتير جديد واول مرة له هاي بيعمل هاي تبع $29 بالشهر الواحد، ويلي عنده شوية خبرة وحاس حاله انه اوكي بيقدر يكمل دغري ينقي تبع 80 بالشهر. اوكي، شو الفرق؟ الفرق بين هيك وجوده هون سوبر ايزي. اكثر شيء يعني اكثر فرق مهم هو هذا الستاف اكونتس، عدد العمال اللي بيقدروا يشتغلوا معك. يعني انت اذا عندك تبع $30 بالشهر ما فيك توظف اكثر من عاملين. تمام، وهون اذا عندك تبع 80 بالشهر ما فيك توظف اكثر من 5، وهون على 15 هو الماكس. تمام، سو خلينا نبلش هلا وبعد ما ننقي خطه. اول شيء لازم ننقي خطه نحن. اوكي، فحنقي هلا انا هون خطه شو ذس بلان، رح نقي هاي الخطه. بعد ما لقيت الخطة بدي احط هون الاشتراك الشهري او السنوي او سنتين او ثلاثة. تمام، فيكم تحطوها السنوي اذا حسيتوا انه هذا الشيء الكون تمام وحبيتوه كثير. نقوها هي السنوي انه حتوفروا 36، وفيكم تنقوها الشهري. انا هون حنقي الشهري. تمام، لحط هلا هون معلومات الكريدت كارد تبعيتي، وبعمل ستارت بلان، هي الكبسة هون ستارت بلان. تمام، وهيك انا بكون عملت الاشتراك الشهري. فخليني اعبي معلومات الكريدت كارد تبعيتي ونكمل الفيديو. اوكي، اوكي سو انا هلا سجلت وكبست الكبسه كانت هون تبع انه اختيار الخطه، وراحت هي شفتوها كانت تحت هي الخطه اللي كانت تحت هاي الخط الازرق راح. اوكي سو انا هلا ريدي تو جو. اذا بدي اعدل اي شيء، اذا بدي اي شيء مثلا ما بعرف شو مثلا اذا بدي اعدل يعني مثل خطه الدفع، الاسم، العنوان، كذا، كل شيء بعدله من كبسه السيتنجز، كبسه الخصائص اللي هون شفتوها هي اللي هون فيها كل شيء، تشيك اوت، فيها البيمنت بروفايدر، الجنرال، فيها كل شيء. اوكي، فانا شو بعمل هلا؟ شو اهم شيء اعمله؟ شوف المتجر تبعي، اختار المتجر اول شيء. فانا ببص هون على كبسه اونلاين ستور. اوكي، بعد ما كبست انا على كبسه اونلاين ستور، هون رح نقي الثيم، لازم نقي الثيم انا. فيكم تنقوا ثيم مجانيه، فيكم تنقوا هون ثيم مدفوعه. اوكي، فانا حاخذ هون اكسبلور فري ثيم، نقي الثيم المجانية أو أي واحدة منها. أوكي، هلا السنة الماضية كان من أحسن الثيمات المجانية اللي بتمشي كانت هي البروكلين. تمام، حلوة، بس أنا بفضل تبعيت هي الفنشر، بحسها أحلى وبحسها أزبط. وهي تبعيت السيمبل، شفتوها هي السيمبل اللي هون، هي أول وحدة لأنه كتير بسيطة وكل المنتجات ببينوا عليها قدام بعض. أوكي، فمشان هيك أنا حنقي هلا تبعيت السيمبل. فيكم تنقوا اللايت، فيكم تنقوا البيوتي. اوكي، انا حنقي هي اللايت العاديه وقاعد بعمل بعملهم بعدين اد اضافه. هلا الستور تبعكم لازم يكون حلو، بس جمال الستور هو مش شيء يعني اللي بيحدد الستور تبعك رابح او خاسر. اوكي سو بعد ما عملنا هيك، هلا اذا بتلاحظوا انه شغاله هلا اسمها ديبوت، فانا بدي نقي السيمبل بدي اشغلها بدي احطها فوق. شلون بعمل هون؟ اكشن، بعمل هون ببلش. اوكي، ببلش، فصار هلا هون فوق السيمبل، شفتوا كيف؟ وراحت هيدي تحت. فهلا هي بدي فوت عليها واعدلها، بكبس على كبسه كاستمايز. بعد ما اكبس على كبسه كاستمايز هون رح شوف هون فوق، اذا بتلاحظوا صوت الكمبيوتر هون، صوت الموبايل، هي شكلها على الموبايل، هي شكلها على الكمبيوتر. تمام، اذا بتلاحظوا تحت مكتوب مثلا انه فيك تدفع بهدول الطرق، فيك تدفع مثلا بالابل باي، جوجل باي، ماستر كارد، فيزا كارد، باي بال، شوبيفاي باي. تمام، فيك تدفع بجميع هدول الطرق. فانا شو بعمل هلا؟ بخليها على الكمبيوتر وبرجيكم هون شو فيني اعمل. هون المنتجات تبعي، هذا المنتج تبعي مثلا. تمام، هون بيكون مثل طالع الكنزة تبعيتي، وهون بيكون طالع البوت، هون بيكون نظارات، هون بتكون الشغلات هاي كلياتها. فهون انا فيني اعمل دراج اند دروب، فيني اغير يعني جهه، انه فيني احط هذا المنتج هون، هذا المنتج هون، هذا المنتج هون. كيف؟ من هي الجهه اللي هون، هي اللي هون شفتوها. بتلاقوا هون شيء اسمه فيوتشر كولكشن، هي اسمها هون مكتوب فيوتشر كولكشن، شفتوها. فيني اغير اكتب مثلا كويفي كولكشن، كويفي كولكشن، شفتوا كيف صار اسمها كويفي كولكشن. فيني احط منتجين، فيني احط سوري صفين منتجات، صف اثنين، فيني احط مثلا 6 صفوف منتجات، فيني احط بس صف واحد منتجات، عرفت كيف؟ فبصير صف واحد، حط صفين بصير
بس صفين، ثلاثة بصير بس ثلاثة، وهكذا. فهمت علي كيف؟ سو بعد ما عملنا هلا هالشغلات هون، انا بحب خليها مثلا على عدد بحب خليها اثنين، يعني على عدد الكولكشن تبعي. اذا عندي هون ثلاثة كولكشن بحب خليها ثلاثة. شو هي الكولكشن؟ هي الكولكشن بقول مثلا انا كولكشن الصيفي، فبحط هون جميع المنتجات الصيفية بقلب هاي الكولكشن. هون كولكشن الأحذية مثلا، جميع الأحذية، كولكشن النظارات، جميع أنواع النظارات، كولكشن الساعات، جميع أنواع الساعات اللي عندي بحطها هون. عرفتوا كيف؟ فهي اسمها الكولكشن. نرجع لهون، بنروح على شيء اسمه لنعمل كولكشن. تمام، كيف نحن بدنا نعمل كولكشن؟ كالتالي، بتبص على كبسة شوبيفاي الزرقاء اللي هون، شفتوها هي الزرقاء اللي هون، بتبص عليها، بعمل ليف. إذا عملت ليف هلا شو بصير؟ كل التغييرات اللي انا عملتها بتروح. مشان ما تروح بكبس على كبسه السيف. هلا ما غيرت شيء، بس عم بوضح لكم انا بعمل هيك قصدا مشان يعني تشوف كل شيء لايف. بعد ما عملت هلا انا سيف، فيني اكبس عليها هي الكبسه وليكون طلع دغري بدون ما يقول لي شيء. فاذا بتلاحظوا هون في شيء اسمه برودكتس، منتجات، شفتوها كبسه المنتجات، منتجات. هون في 1 2 3 4 شيء اسمه كولكشنز، شفتوها هي كبسه كولكشنز. هون انشاء الكولكشن، فهون انا فيني اعمل كرييت كولكشن. هي الكبسه اللي هون، هون حسميها هلا انا هون سمر، راح اسميها مثلا هون وينتر كولكشن. تمام، هون فيني احط لها صوره، تمام، اضافه صوره، وفيني ما احط لها صوره. بس انا هلا احط لها صوره. اوكي، سو بعمل على كبسه اد، هون بدي نقي الصوره تبعيتي. رح نقي انا هون مثلا، فوت على الديسكتوب وعلى هاي الكبسوره. اوكي، عندي صورة أنا مثل الشتاء، كبست عليها. بعد ما لقيتها هلا هون عم بيحمل الكولكشن فوتو أو الكولكشن ايمج. هون تحت ننزل نحن بنلاقي كولكشن تايب، بنحطها بليز مانوال. مانوال يعني نحن نختار مثلا هاي القطعة، والله حطوها مع الكولكشن الشتوي، هاي حطوها مع الكولكشن الصيفي، هاي حطوها مع الكولكشن الكذا. تمام، أما اوتوميتد لازم أنا لحالي لما نقي منتج أحط له مثل تاج أو أحط له مثل علامة للمنتج، وبصير لحاله بشكل أوتوماتيكي هو بياخذ المنتجات اللي عليها هي العلامة بحطها بهي الكولكشن. تمام، أنا بحب أخليها هيك مانوال وأشتغل عليهم لحالي، يعني أسهل لي وأحسن وأسرع. أوكي، فبعد أنا هون سيف حفظ. بعد ما حفظتها هلا فيني ارجع اشوف الكبسه هون تبع الاونلاين ستور، طلعوا نعمل كاستمايز مره ثانيه، وهون كولكشن، شفتوا كبسه الكولكشن. فهون فيني انقي انا اديت كولكشن. تمام، او سوري سوري، هون فيني اعمل ريموف كولكشن، هون سيلكت كولكشن، هون بختار على كولكشن جديده. حنقي هون انا الوينتر كولكشن. تمام، صار انا عندي هلا هون شايفينها، هي كلها، هي كلها الوينتر كولكشن، يعني كل شيء منتجات عندي انا بالوينتر كولكشن. عندي مثلا اقول سبع منتجات، حيطلع هون صوره اثنين ثلاثه، هون صوره اثنين ثلاثه اربع خمس ست صور. عرفتوا كيف؟ انه ست صور حيطلعوا هون، هاي الصور كلياتها بتكون من منتجات الوينتر كولكشن. تمام، فبنعمل سيف. فين نرجع لورا، فيكم تعملوا شغله كثير حلوه هون. هون شوف طلعوا هون، تعملوا مثلا اضافه شغلات جديده، فبنكبس على هي الاد سيكشن مثلا، مثلا كولكشن ليست، شفتوها مجموعه الكولكشنات كلياتها ضفناها هون، شايفين صار عندنا شيء اسمه كولكشن ليست. فهلا انا برجع بطلع من هون الكولكشن ليست اللي عندي، سوري كولكشن ليست، كولكشن ليست، كولكشن ليست، كولكشن ليست. اوكي، بعمل اد. بعد ما عملت الاضافه للكولكشن ليست فيني نقي هون الكولكشن الاولى الثانيه الثالثه. فانا حفوت هون رح نقي سلكت كولكشن كذا وينتر، فحيطلع عندي هون، شفتوش طلعت عندي صورة الوينتر كولكشن. ففيني اعمل هون صورة السمر كولكشن، اذا عندي كولكشن سمر، اذا عندي كولكشن تالتة بحطها هون. فهون انا بحط الكولكشنات قدام بعض، وهون بحط بقلب الكولكشن شو في. تمام، طبعا بتكون انتم تجربوا فيهم كلياتهم، يعني بتقعدوا هون هيك تخبصوا تكبسوا كل تكبيسات مشان تغيروا محلاتهم. لو فيني امسك من هون حطها هيك، تغير محل، لاحظتوا صارت فوق، هذا التكست تحطه هيك صار هون تحت. تمام، فيني اكتب هون مثلا بقول لهم هون welcome to your favorite store، مثلا اهلا فيك بالمتجر المفضل تبعك، حسمي انا هون كويفي ستور. تمام، شايفين فيكم تغيروا السايز، فيكم تحطوا لارج، فيكم تحطوا سمول، كثير صغير بيطلع. عرفتوا كيف؟ ففيكم يعني تكبسوا كثير شغلات حلوه هون بقلب الشوبيفاي.
شغله كمان كثير حلوه بحب اقول لكم عليها، هون فيكم تعمل شيء اسمه سلايد شو. وينه لك هذا سلايد شو؟ سلايد شو هون تحطوا صور، عده صور، عرفتوا كيف؟ الصوره الاولى، الصوره الثانيه، الصوره الثالثه، عرفتوا كيف؟ فبدك بس نعمل له اد، اي شيء بدنا اياه من هون نعمل له اد وبينزل هون. طلع شو في عندنا شغلات، في عندكم فيديو اتش تي ام ال، اذا حدا بيعرف يكتب بلغات الاتش تي ام ال يضيفها من هون. فيكم تحطوا هون الخريطه، النيوز ليتر، فيكم تحطوا فيوتشر برودكت، اذا عندك مثلا منتج خارق فيك تحط المنتج تبعك هون، تغلب تحط المنتج حطه هون، عرفتوا كيف؟ رح اجرب هلا احط منتج هون. هون شايفين اذا عندي هون الكنزه بتطلع الكنزه هون، بس هيك يعني بقلب هاي الصوره صفحه المتجر وهي الكنزه، عرفتوا كيف؟ فيكم تلعبوا كيف ما بدكم بقلب المتجر. ف حنفوت هلا على اخر شغله حاقول عليها. اول شيء بنعمل سيف لكل شيء عملناه، نطلع نطلع شغله كثير مهمه بدي لكم عليها. بنروح اول شيء هون احنا على شيء اسمه النافيجيشنز، تمام؟ هون نافيجيشن، اول شيء خلي شايفين كبسه العين، هي كبسه العين هاي اذا كبستوا عليها مره واحده بتروح على المتجر تبعكم، بتشوفوا كيف شكل المتجر تبعكم للناس اللي بفوتوا عليه. هيك هيك شكل المتجر تبعي، اذا حدا كبس على المتجر تبعي بيطلع لهون، اوكي؟ فطلعوا تحت تحت، اوكي سوري، في بس روح وشي شوي ارجيكم شو قصدي. اوكي سو هيك شايفين تحت شو مكتوب هون؟ لينكس، مكتوب سيرش، بس سيرش. هون لازم يكون في مكتوب مثلا انه شو هي شروط ترجيع الاموال، اذا حدا مثلا اخذ المنتج من عندي وما عجبه المنتج بده يرجعه، في شروط ترجيع، في انا بحط انا بنقي شروط، انا كصاحب الموقع انا بنقي شروط الترجيع، واي واحد بيشتري ما قرا شروط الترجيع هي مو ذنبي، هي ذنبه هو، حق عليه هو، هو ما قرا شروط الموقع وهو بيتحمل، هي يعني هو بيتحمل الاغلاط تبعيته، اوكي؟ فانا بدي اعلمكم هلا كيف نحن نضيف اللينكات حتى بنحطه تحت، يعني سياسه استرجاع الاموال، سياسه استخدام الموقع، الخصوصيه بالموقع، اذا معلومات نحن يعني لازم ارجيهم للعالم انه المعلومات اللي لما يحطوا هنا ايميلهم عندي، انا ما ببيع الايميلات لمواقع ثانيه، عرفتوا كيف؟ هي لازم اقولها هون، لازم يعني احكي عن الموقع وعن الشغلات الكثير مهمه اللي الزباين لازم يعرفوها عن الموقع قبل ما حدا يشتري الموقع، قبل ما حدا يشتري من الموقع، اوكي؟ في نحط روابط التواصل الاجتماعي تبعيتي تحت، في نحط الفيسبوك، انستغرام والشغلات هي كلها، اوكي؟ سو خليني هلا اورجيكم كيف. بنروح لفوق، سوري هاي العين كنا هون نرجع. بنروح على شيء اسمه هون نافيجيشنز، شفتوها؟ في عنا شيء اسمه مين منيو، عنا شيء اسمه فوتا منيو. فوتا منيو هي هاي اللي تحت، هاي اللي هون عند السيرش، حشفتوها الخطين، هذا الخط، هذا الخط عند الماوس وهذا الخط، هدول اسمهم فوتا منيو. هون فوق هاي اسمها مين منيو، شفتوها هي اللي فوق عند الهوم والكتالوج، كلمتين هدول هوم والكتالوج، هي اسمها مين منيو، اوكي؟ سو مين منيو، فوتا منيو، اوكي؟ سو بنروح على الفوتا منيو اول شيء، بنلاقي موجود كلمة سيرش، هل موجود يا ترى كلمة سيرش؟ بنلاقي انه مزبوط موجود فقط سيرش. فنحن بنضيف شغلة ثانية هون، وهون بنحط لها الرابط، بدنا نضيف نحن صفحة، تمام؟ بس نحن ما عندنا صفحة فيها سياسة الإرجاع، فنحن لازم ننشئ صفحة فيها سياسة الإرجاع. كيف نحن ننشئها؟ بنروح على كبسة البيجز، كبسة الصفحات، شفتوها؟ صفحة، إضافة صفحة، تمام؟ نستنى شوي. بيرفكت. هون بقلب هي الصفحة هون، أول شيء بعمله، شايفينها اللي هون؟ في اسمه بيج، صفحة هون بيج كونتاكت، هي كونتاكت يعني تواصل مع، إذا زبون عنده سؤال يتواصل معنا كيف؟ كالتالي، بنحط هيك، نعمل هون هيك، هي الكبسة بس، نكتب هون اسم الصفحة، اسمها كونتاكت أس، تمام؟ سيف. هلا برجع أنا على النافيجيشن، برجع على الفوتو منيو، بعمل إضافة. طبعا إضافة صفحة، نعمل كبسة هون على اللينك وبيجز صفحة، هون حلاقي الصفحات الموجودة، هي ما في غير واحدة هلا أنا عملتها اسمها كونتاكت أس، بعمل لها آد، نعمل سيف. هلا نرجع لهون نعمل ريفرش تحديث، لازم يطلع تحت كبستين، شفتوا كيف؟ سيرش وكونتاكت أس. هلا لازم نكبس على كونتاكت أس، شوف شو بصير عنا، بيطلع هون بيحط واحد اسمه، إيميله، رقمه والرسالة تبعيته، بيعمل لنا سند وبتوصل دغري على الإيميل اللي سجلنا نحن فيه الشوبيفاي تبعنا، تمام؟ هيك عشان اذا الزبون عنده سؤال بده شيء دغري يفوت لهون ويسالنا، عرفتوا كيف؟ كثير مهم يكون في عندنا شيء اسمه كونتاكت اس. هلا بدنا نضيف الشغلات الثانيه اللي حاركون عليها هلا. بنروح هلا اول شيء على كبسه السيتنجز، بعد ما رحنا على السيتنجز بنروح هون بقلب السيتنجز، بقلب موقع السيتنجز او صفحه السيتنجز، في عندنا شيء اسمه ليجل يعني قانوني او شيء،
نكبس عليها، بلاقي هون شيء اسمه ريفند بوليسي واحد، اثنين برايفسي بوليسي اثنين، ثلاثة تيرمز اوف سيرفيس، تيرمز اوف سيرفيس، أربعة ليجل نوتس، خمسة شيبينج بوليسي. فأنا بدنا نحن أهم شيء نحكي على الشيبينج مهم جدا، اثنين على التيرمز، ثلاثة على البرايفسي، أربعة على الريفند. سوبر 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 مهم نحكي عنه، أوكي؟ سو إذا ما بتعرفوا شو يعني ريفند، يعني استرجاع الأموال، أوكي؟ برايفسي بوليسي مثل ما قلت لكم سياسة الحماية، إنه نحن ما بنبيع إيميلاتكم لبرا، نحن ما بنسرق الإيميلات وهكذا وهالشغلات هي. ويلي ما بيعرف عن هدول الشغلات فما بعرف، لازم تعرف إنه هدول شغلات سوبر مهمة، أوكي؟ لحالمك هلا إيش كيف تعملهم، بس إذا بدك أنت يعني تتعلم أكثر عنهم، روح على جوجل واكتب يعني ما هي البرايفسي بوليسي، لماذا وشو السبب، عرفتوا كيف؟ كثير مهم. privacy policy, refund policy, terms of service تمام، قوانين استخدام الموقع تبعك، واخر shipping policy لازم تقول انه كم يوم للشيبينج وقديش بضل الشيبينج وكم يوم نحن لنرسل الاوردر اللي عندك، يعني في عندك وقت، عندك وقت لتصنيع البضاعه، عندك وقت ارسال البضاعه، اوكي؟ فعندك وقتين هون. فشوف شو حنعمل هلا، نحن حنكبس هون كبسه واحده، وهون شيء اسمه create from تمبلت تمام. فهو لحاله اعطانا التمبلت موجوده، شايفين فيكم تعملوا كوبي بيست دغري نسخ لصق تمام. ولما تعملوا نسخ لصق حاولوا غيروا اسم الموقع، مثلا هون احيانا بيكون الموقع محطوط غير اسم الموقع تبعكم بتغيروه، اذا كان في شيء مو عاجبكم يعني ما حبيتوه غيروه، طلعوا هذا العنوان، فيكم تغيروا العنوان اذا بدكم، يعني بتقروه هلا هون جنريتد، بس بتغيروا الشغلات يلي غلط، اوكي؟ مثل هون مثلا نحن معنا سياسه استرجاع 30 يوم، اوكي؟ فيكم تحطوها اذا انتم بتحب، يعني اذا بدكم تعملوها 45 يوم فيكم تعملوا 45 يوم، عرفتوا كيف؟ اذا سياسه الاجراء تبعتكم 60 يوم ضمان تحطوا 60 يوم ضمان، طبعا هي انتم بتحددوها ما حدا بيحددها غير انتم، تمام؟ فيكم تحطوها مثلا هون 14 يوم، 14 يوم تمام؟ طبعا انا ما بنصح اقل من 14 يوم لانه يعني 14 يوم جيد جدا، اوكي؟ 30 سوبر خارق تمام، 45 واو سوبر دوبر خارق، وكل شيء فوق اكستريم خارق، اوكي؟ سو مثل ما هي عنا كوبي نسخ لصق، اوكي؟ هلا هي خليه هون، وهي نفس الشيء على البرايفسي بوليسي، بعمل لها هيك جنريت انشاء، وهون سوري بعد ما بتلاقي انشاء هون موجود كل المعلومات، بليز بغير الشغلات اللي ما بدي اياها، مثل هي مثلا هون هذا العنوان، فيني اذا بدي غير العنوان غير العنوان من هون، كثير مهم، اوكي؟ فيكم تغيروا اسم المتجر من هون اذا انتم اسم المتجر هذا غلط تمام، بتشوفوا الشغلات اللي فيكم تغيروها، اوكي؟ نرجع ننزل لتحت، نفس الشيء هون تمبلت، وهون نفس الشيء الليجل نوت تمبلت تمام، وهكذا. وهون اخر شيء على الشيبينج بوليسي، انت شو بتقول مثلا؟ بتقول مثلا هون شيبينج، مثلا انتم بتعرفوا انتم المورد تبعكم شيبينج فور انترناشونال انترناشونال انتر لا سوري يو اس اوردر takes about four to seven days international shipping takes one to two weeks مثلا قلت لهم انا مثلا قلت لهم الشحن الى امريكا بين 4 أيام وسبعة أيام، الشحن بشكل عالمي يعني كل العالم غير أمريكا بين أسبوع وأسبوعين، طبعا أنا عم بعطي أرقام من عندي، كل واحد هو بيشوف يعني إذا شفت المنتج تبعك بياخد 5 أيام تحت 5 أيام، عرفتوا كيف؟ order processing time، أوكي كاتبة غلط الكلمة أنا هلا، time processing time 2 to 3 days، انه انا بدي يومين لثلاث ايام لحتى احنا نساوي الاوردر، نطلب الاوردر، نبعث الاوردر للشركه والمعمل وهالشغلات هاي تمام. مثلا هيك صار عندي لما زبون بيشتري بيعرف انه اوكي بده هذا الزلمه بده يومين لثلاث ايام ليعالج الاوردر ويبعته للمعمل، بعدين من المعمل ليوصل عندي على البيت بده بعد ثلاث ايام هدول، بده بين 4 أيام لـ7 أيام اذا كنت قاعد انا بامريكا، واذا كنت قاعد انا بالوطن يعني بالعالم كله بدي بين الاسبوع والاسبوعين، اوكي؟ سو بعمل انا هلا شو؟ بروح على هلا شو بدي اعمل هلا انا هون؟ شوف شو بدي اعمل؟ بعمل اول شيء هون سيف حفظ، بفتح نافذه جديده،
هون نافذة جديدة. بقلب هاي النافذة شو لاحظت؟ رح اكبس على كبسة البيجز الصفحات، بعمل اد بيج انشاء صفحة، وهون رح اكتب برجع لهون ريفند بوليسي نسخ لصق، برجع لهون نسخ لصق، بعمل له حفظ، خلصنا. هلا بعمل انشاء صفحة جديدة، شو بعمل لك؟ كرييت انذر بيج هي اللي هون، برجع برايفسي بوليسي نسخ لصق، برجع هون نسخ خيط لصق، سيف. يلي بعده نسخ لصق نسخ لصق سيف، يا سوري سيف. يعني بقى شايفين شو سهل؟ شايفين شو بسيط؟ بياخذ معنا كتير وقت ويعني سوبر مهم، اوكي؟ واخر وحده نسخ لانشاء صفحه، هون نسخ لصق وهون نسخ لصق. ايزي صح؟ هلا انا بروح على النافيجيشن وهون عند الفوتر بعمل له اد صفحه بيجز privacy policy، خالصين. اللي بعدها add pages refund، اللي بعدها add pages no sorry add pages refund policy terms، معنا انها terms terms refund privacy policy و shipping بينها add pages shipping 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 وين shipping shipping policy pages بيوم، خالصين. شايفين؟ بعمل له سيف، بروح الموقع تبعي هلا وبعمل له ريفرش وبنرجع. شايفين تحت شلون طلعت؟ كله تحت بعض، الشيبينج الهي، اذا نكبس على الشيبينج بيطلع هون، لاحظتوا؟ بجنن خارق، ريفاند بجنن خارق، لاحظتوا؟ كل شيء طلع عندي. فانا هلا المشاكل القانونيه كلها انا يعني تفاديت الحمد لله، ما عاد في اي مشكله. طبعا تذكروا هدول شغلات بنغيرهم، هدول شايفين لما يكون في قوسين هون من كل شيء بقلبه بنغيره، اذا ما فهمنا شو هو بنحاول نعمله على جوجل، واذا ما عملنا اياه اصلا هالشيء الموجود نحذفه. اوكي سوبر ايزي، موجود بتحطه، غير موجود بتحذفه. اوكي ما بدنا اختراعات، كل واحد يخترع شيء بليز، بدون اختراعات. موجود عندك اياه بتحطه، ما عندك اياه بتحذفه، خالصين. بنرجع نطلع لتحت، او سوري بننزل لتحت، ننزل لتحت، نكبس على كبسة نكبس على سوري نرجع لهون. اخر شغلتين بدي اعلمكم اياهم هلا وبعدين بنروح على اضافة تصاميم. اوكي بدي هلا اعلمكم بوابة الدفع، بنروح على السيتنجز لما حدا يدفع لنا كيف نحن ناخذ مصاري؟ بناخذ مصاري عن طريقتين، عن طريقة الباي بال، عن طريق الكريدت كارد، انا هيك بفضل. اوكي فبنعمل هون اسمه شيء اسمه بيمنت بروفايدر. بعد ما فتنا على payment provider بنفوت اول شيء عندكم اختيار الشوبيفاي، عندكم ثاني شيء اختيار باي بال. هذا الباي بال مو نحن سجلنا بهذا الايميل، هذا الايميل باي بال نفسه. اوكي طبعا فيكم تغيروه بس مبدئيا بيكون نفسه، فمشان هيك يلي بيحب يسجل فيه سجل مثلا بالمره الثانيه، اول مره سجلته فيها تجريبي اول 21 يوم، فيكم تجربوا وتخبصوا قد ما فيكم لتتعلموا قد ما فيكم بالشوبيفاي. المرة الثانية لما ترجعوا تسجلوا بإيميل جديد تمام، بتلغوا الخطة أول شيء، إلغاء الخطة، بنلغي خطة من كبسة كيف أو أوكي كثير مهم. بنفوت على هون على البيلينج، بنفوت على كبسة البيلينج سوري مو البيلينج شو اسمها هاي اللي فوق الأكونت، بنكبس على كبسة الأكونت. بعد ما فتنا على كبسة الأكونت بدنا نلغي الأكونت تبعنا، ننزل لتحت تحت 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 وبتعملوا كلوز ستور، إغلاق المتجر. أوكي هيك نحن بنسكر المتجر، حتى لو حاطين كريدت كارد تبعتنا ما بنسحب منه ولا ليرة تمام. إضافة العمال بتصير من هون، بتعملوا هيك أد ستاف، بتحطوا له العامل، بتحطوا له إيميل العامل وخالصين. أوكي سو بنرجع على خطة الشحن اللي بتكون عليها، مو شحن، البيمنت الدفع، بنفوت على البيمنت على الدفع. بالمرة الجاية لما نسجل مثل قلت لكم، المرة الجاية شو بنحط؟ بنحط الباي بال الأصلي تبعنا، أسهل بكتير وبصير ناخذ مصاري على الباي بال. أوكي؟ يلي ما عنده باي بال بيستخدم الشوبيفاي بيمنت، الشوبيفاي هو نفسه بيستلم المصاري بيحول لك إياها. أوكي؟ سوبر إيزي. يلي عنده أمازون باي، هاي خدمة بتقدمها أمازون، مو كل الدول عندها أمازون باي، يستخدم أمازون باي. يلي عنده مثلا هون طلع هون، هي عنده كل الشغلات الموجودة هون، الترناتيف بيمنت شفتوها،
تفوت الهوم تلاقوا كل هالشغلات موجودة. فإذا أنت عندك سترايب بتنقي سترايب، وين سترايب 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 هون وحدة بيناتهم. ما بهم. إذا عندك مثلا سوفورت بانكينج للناس اللي قاعدين مثلا بألمانيا، في عنا شيء إحنا اسمه سوفورت بانكينج، يا الناس اللي قاعدين بألمانيا بتلوه هون. في ناس مثلا عندهم أي وحدة من هدول الشغلات بنقوها. أوكي، يعني مو ضروري يكون عندك أنت والله حصرا باي بال أو حصرا شوبيفاي بيمنت، لا. أوكي، وهون في شيء اسمه مانوال بيمنت، انا هي ولا مره جربتها، بس فيكم تعملوا هون مثل كاش اون ديليفري، فيكم تعملوا هون مثل كاش اون ديليفري، هون بتكون تحطوا ديتيلات. وهي للناس اللي قاعدين بالوطن العربي وعم يوصلوا بقلب الوطن العربي، نحن عندنا بالوطن العربي في كثير محلات عندها شيء اسمه كاش اون ديليفري. اوكي، كي او دي سي او دي. سو نرجع لهون، فيكم تعملوها حسب حسب البنك، بنك ديبوزيت، فيكم تعملوا موني اوردر، بس انا هدول كلياتهم ما بستخدمهم. تمام، خلاص انا كل هدول بستخدمه وبس هيك. فهي نحن خلصنا من البيمنت اللي هي عن طريق الشوبيفاي وعن طريق الباي بال. اوكي، هلا خلينا نروح على الشيبينج. وتقدر يسالني كيف بصير البيمنت شوبيفاي بيمنت. قلت لكم الشوبيفاي بيمنت هي نفسها سترايب، نطلعوا هون باورد باي سترايب، يعني سترايب هو مثل مشترك مع الشوبيفاي بهالقصه. سترايب هو خدمه دفع، بتعملوا هون مثل الايديت، اديت بتشوفوا هون قديش بياخذوا هن بالمية ضريبة او قديش بياخذوا عمولة. تمام، وفيكم تعملوا هون كومبليت سيت اب. انا ما حاعمل هون كومبليت سيت اب، بس هون بتحطوا انواع البزنس، نوع البزنس تبعك ورقم الفي اي تي اذا عندك، العنوان، هالشغلات هي كلها. هون بتحط البنك تبعك، انا هلا مو قاعد بجرماني بالمانيا، فبتحطوا الناس اللي قاعدين بالمانيا بيحطوا الايبان. تمام، كل واحد حسب البلد اللي هو قاعد فيه بيقول لك تحط الشغله المناسبه لهون. اوكي، سو بعد ما حطيت هاي كل شيء بكون كله تمام، تعمل كومبليت اكونت سيت اب وبيرفكت. اوكي، سو اخر شيء بدي اقول لكم عليه اللي هي اخر شيء بهذا الفيديو، نحكي عن الشيبينج هون، عن الشحن. اوكي، اول شيء هي الشحن. فانا عندي هون مثل نوعين شحن، شحن الماني وشحن حول العالم. فانا بشيل هاي تبع الماني وبشيل بعمل لها اديت. تمام، فيكم تعملوا اديت وتعملوا ديليت زون، محي محيتها كلها. فلما اعمل على محي شو بصير عندي؟ بصير عندي هون انا شيبينج وحده اللي هي اسمها ريست اوف ذا وورلد، كل العالم، جميع العالم له خطه شحن وحده، له يعني مثل عموله وحده او اجار واحد. اوكي، فانا عملت لها اديت كبت التعديل، فيكم تسموها مثل ما بدكم، فيني تكون تسموها هون وورلد وايد، فيكم تسموها مثل ما بدكم، انا بحب اسميها وورلد وايد، ما بحب اسميها هيك شيء ثاني. وهون فيكم تنقوا قديش. تمام، فيكم تعملوا edit، شو تسموه هون، هذا الاسم بيشوفوه الزباين. اوكي، الزباين بيشوفوا هذا الاسم. اوكي، برجع بعيد، الزباين بيشوفوا هذا الاسم، فحطوا اسم مرتب بليز، مثلا حطوا هون بريميوم، بريميوم شيبينج، بريميوم انترناشونال شيبينج. اوكي، شيء هيك كثير حلو. حطوا مثلا بدكم اياه حسب السعر ولا حسب الوزن، في ناس يعني بينقوا مثلا والله حسب الوزن، اذا واحد اشترى مثلا 3 كيلو من عندي المتجر فبده يدفع 10 دولار شيبينج، اذا واحد اشترى مثلا 5 دولار بالدولار. تمام، في ناس بيحكوا على كل 5 دولار حدا بيشتريها دفعوا لي يا الزلمه 1 دولار شحن، اذا اشترى يعني ب 20 دولار يعني اربع مرات 5 5 5 5 فدفعوا لي 4 دولار شحن. اوكي، فيكم تعملوا هون فري، هي الكبسه خلص صار فري. اوكي، ايزي. فانا شو بعمل، انا بحب على الوزن، بحب يكون بشيل هاي الاكس. هون طلع هون اسمه price based، هون weight based، هون price based. فنحن بنقي price based يعني بناء على السعر وليس بناء على الوزن. عند ال price based نعمل هون add إضافة، هون بسميه أنا مثلا premium shipping، premium shipping. تمام، يعني من صفر إلى، سوري بنشيل هاي، من صفر إلى 49 49 99 49 99 الشيبينج حيكون تقريبا بنقول مثلا 5 دولار 5 يورو، سوري شيبينج اذا واحد اشترى بين 1 الى 50 يورو. اوكي، اما اذا واحد اشترى فوق ال 50 يورو فانا بدي اياها يكون شحن مجاني لكل القطع فوق ال 50 يورو. اذا كان مجموع قطع تبعيته مثلا اذا اشترى الشاب او البنت من عند المتجر ب 51 يورو فانا بدي الشحن يكون مجاني، يعني ما بدي اياه يدفع ولا ليره شحن. اوكي، فشوف شو انا، شوفوا انا شو بعمل، بكبس على الاد هون، بعمل هيك كبسه صار فري خالصين. هون بحط انا 50 من 50 هون نو ليميت، فما فوق، فيني احط انا هون 9999. تمام،
لهذا الرقم free. اوكي هون free shipping لا free shipping over 50 يورو او 50 دولار حسب العمله اللي انتم حاطينها. اوكي دون ايزي بريزي صح. بعملها سيف وهيك بكون خلصت. الشيبينج بتقدوه هيك مثل ما انتم بتكون اذا بتكون تعملوا مثلا شيبينج لمناطق محدده وحده، يعني بتكون مثلا شيبينج بالمانيا والله هيك سعره، بس الشيبينج بامريكا هيك سعره. فشو بتعملوا انتم؟ بتعملوا هون اد شيبينج زون، اضافه شيبينج زون. هون بتنقوا البلد يلي بدكم اياها انتم، تمام؟ بتنقي هون مثلا يو اس اي، تمام سوري يو اس اي شيبينج، تمام. وهون بعمل اد كونتري، اضافه بلد، بتنقي هون يو اس اي او اسمها يونايتد ستيت، يونايتد ستيت. هي شفتوها؟ نقيت امريكا انا هلا. فهلا هلا الشيبينج نفس العمليه الماضيه بس هلا بس لامريكا. يعني اذا حطيتهم مثلا انا هلا من ال 40 فما فوق، واحد طلب من امريكا ب 45 ما بيدفع مصاري. ليش ما بيدفع مصاري 5 يورو؟ لانه حطينا احنا هذيك كان جميع مناطق العالم وهي امريكا، فبجميع مناطق العالم هلا اوتوماتيكيا كلمه امريكا يعني بلد امريكا بينسحب وبصير هون. فاذا حطينا احنا هون ابتداء من 40 فما فوق شحن مجاني، فعلى 40 فال 45 دولار، يعني اذا واحد طلب 45 يورو سوري، فالشحن تبعه مجاني. اوكي حامل هون ديسكارد عدم الحفظ ما احفظها. واخر شيء بدي اقول لكم عليها انه شيء اسمه العمله. هلا انا العمله عندي على اليورو لانه فاتحها بالمانيا، بس حتى لو كنت بالمانيا فيني اعملها دولار. كيف؟ بكبس على السيتنجز مره واحده بعد ما كبسنا اوكي عندي طريقه اسهل. نروح على السيرش بوكس في هذا المحرك البحث دي فوق، بكبس هون كرنسي، بس بكتب هيك كرنسي، تمام كرنسي. اوكي كرنسي اوكي عم بكتبها غلط شكلي. اوكي بس بكتب هون كرنسي لحاول اكتبها بشكل صح. كرنسي اوكي احسن سؤال كتبنا كتبنا ناقص حرف الار مره واحده. اوكي فطلعت لي اول خيار تمام. هون بس بغير الكرنسي. كيف بغيرها؟ بنزل تحت نزل تحت نزل تحت نزل تحت ليكو شفتوها؟ نقوا اليو اس دولار هاد نعمله سيف. بيوم صار كل اللي عندي باليو اس باليو اس دولار تمام. في نقي انا اي نوع اي نوع شيبينج تاني. اذا كان مثلا الشيبينج اللي بدي اياه انا مثلا يورو بنقي يورو، اذا كان بدي اي نوع هدول الانواع كلياتها الموجوده عندنا بنقي. اوكي سو نرجع هلا بنكمل. بعد ما خلصنا الشيبينج وخلصنا كل شيء صار لازم نحن يعني شو مش عملت هلا انا لازم نضيف اخر شيء. يا انا كان بدي اقول لكم عن شغله الدومين راحت عن بالي سوري. بنضيف الدومين. شو يعني الدومين؟ يعني الرابط. نعمل على اد دومين كبسه واحده اضافه رابط. انا بدي الرابط يكون محمد الكويفي ات جيميل دوت كوم تمام. فانا بدي كلمه محمد سوري مو محمد كويفي محمد الكويفي دوت كوم. فانا بدي كلمه محمد الكويفي دوت كوم شلون بدي اجيبها؟ او بدي يكون هذا شو اسمه هذا اسمه كويفي بي اي دوت كوم. كيف بدي اجيبه هذا؟ بكبس على اد اد دومين هون او بكبس على هاي الاونلاين ستور وهون في قبل اخر وحده اسمها دومينز بكبس عليها مره واحده وهون باي نيو دومين شراء دومين جديد. بحط الدومين اللي بدي اياه حكتب انا هون كويفي بي اي دوت كوم حقه 14 دولار بالسنه الواحده تمام. ليكو مش يعني موجود بعمل له باي. بعد ما عملت له باي صار يقول لي شو رقم تليفونك وكذا، مو انا حطيت معلومات غلط فكلها هون غلط. فبنعمل له اديت بنغيرها كلياتها، لازم يكون كل معلومات صح. بنعمل بعدين باي دومين شراء الدومين ولحاله بيقلب بصير عندنا دومين لحاله. اوكي سو بنعمل له باي دومين. شغله كثير مهمه قبل ما نعمل باي دومين شايفينها هاي اللي هون هاي شغله صح لي هون. اذا كبسنا عليها هلا هون هاي هيك كان عليها صح. فحتى لو سكرنا نحن الشوبيفاي تبعنا وما عاد بدنا الشوبيفاي تبعنا وكان محطوط عليها صح هاي، بصير كل سنه لحاله بيسحب ال 14 دولار حتى لو نحن مسكرين المتجر. اوكي فبتشيلوها هاي اذا هذا المتجر التجريبي تبعكم، اما اذا كان المتجر الحقيقي تبعكم بتخلوها. اوكي مشان كل سنه لحاله يجدد. اوكي سو بعد ما خلصنا هيك الشيء بنعمل باي دومين وخلصنا. اوكي فهيك بكون خلص الفيديو. الفيديو الجاي هلا رح نعلمكم كيف نحن نعمل اضافه تصميم. رح اضيف تصميم انا يعني اضافه منتج وربط هذا الشوبيفاي ستور تبعنا بمعامل الشو معامل التيشيرتات يعني مع تطبيقات. في بعض التطبيقات مهمه كمان لازم ننزلها وهيك بنكون خلصنا. اوكي سو بشوفكم بالفيديو الجاي. طولنا بهالفيديو 40 دقيقه تقريبا او اقل شوي بس معلومات سوبر خالصه. اوكي سو بهالفيديو نحن خلصنا كل شيء عن الشوبيفاي تقريبا كل شيء مهم. اوكي اما شغلات غير مهمه ما حكيت عنها فيكم لحالكم وانتم بالشوبيفاي يعني انتم عم تجربوا بكل الكبسات هون وهون وهنيك
لأول. أوكي؟ سو بشوفكم الفيديو الجاي جايز و peace.